صباح الخير يا طبيب بتاع الفني الصباح شركة وينزل بروكر اللي ملكه كلمة دي يوم 10 أغسطس 2023، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات سلبية في ختام طبعا تداولات أمس لمؤشر داو جونز، وده راجع أكيد في المقام الأول بعد أن ظهرت التقارير اقتراض الأمريكان بأكثر من أي وقت مضى بابتقاط الائتمان في الربع السابع، وأيضا انتظار وتراكم بيانات التضخم، وده اللي خلى مؤشر داو جونز خلال الفترة الصباحية يقوم ببعض حركات تصحية لأعلى. دي كانت عمل بياناتهم الاخبار، وده اللي خلونا ننتقل مع بعض نشوف شارت توقعاتنا دي على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت طبعا تذبذب المؤشرات وعدم وضوح على الاتجاه، اداء سلبي على الايم جانب ولكن ايجابي على الفلات ترند، اداء ايجابي على السار ولكن سلبي على الاستاتيك، ثبات سعر على متوسطات سعريه ولكن طبعا لسه متواجد اسفل النقطة المحوريه عند ال 35 370، ولذلك نلتزم حاد وننتظر المكاسر الاسفل ال 215 وراها 35 70 وراها 920، مرة تانية 215 وراها 35 70 وراها 34 920، أول عودة للأداء الإيجابي ده هيتحقق بكسر 35 480 وراها 595 وآخر نقطة عند 730. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن طبيعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.